في مملكة العمامات كلها تشنكش كلها تفري ما دامت دوا بلاش كلها تبيع وكلها تشري فينا الظابط فينا الهابط فينا كمامة وتدوب وفي اللي نقص في اللي عايش في طابور ويا تلولة ارخي لولة ما تعديش حرابش تدفتي تدوي ترغي تلقى روحك عند رابش خدوها فاقش مش دوة ارخي تحوم بجودة بيكم نورتونا في الريسوم. والدولة طاحت في البير طيحها ولد الخنزير والمكرونة صلصة يخرب بيت فرنسا والمكرونة شايطة بلاد فراسي بايتة والمكرونة نية جيبوا الماسونية يكدسوا في المفرخ وانا بلاد مستخسر نلبس فيها سورية بيضة خير الوطن زين ودين الدين لله والوطن للبيع هذا سوق يا طيب تلقى المبيوع وتلقى المشري شن صار في عركة الفاس؟ عركات الفاس يتم بحضر يا طيب واسمين خير راس سخن فجأة شكله مصورينه فاتينا أتينا عاصمة اليونان الغريق وخش الغريق أنا بنكتب عليها للبيع كبيرة وسنتر وجيران زي الجيفة واحد عينه على البير واحد عينه على الشيء وشولات الرز يعملوا فينا معاملة السيرك الروماني بعد ما يختموا الدنيا وملداتها يكسدوا خلاص يقولك ترى نبغى نشيل فلان ترى نبغى حرب ملينا ونبغى أكشن بيع الكوكب دار أنت واللي يعبدوا فيك تفتحوا شيشمات الدم والتهجير في الأخير يبعتولك تذاكر تمشي لهم زي الكلب أعلى رتبة عندنا يستقبلها رئيس عرفة من عندهم باش يقولك تكفى صدعنا وقف حرب تمشي توقف الحرب واللي حشولك على صاحبك تشوفه مصور معاه وقال سو طاحن في العصيد عودة حياة في جديد حياة الفهد حياة الماعز السادات قالوا له الدولة الفلانية مطعاك قالوا لهم كل حد عمل كشك هناك هيسمي نفسه دولة جدي أكبر من دولته تنت أكبر من دولته الله يرحمه كان يمشي لهم لابس نظارات ما يشبع في حد تاخذ مالك ضي وميه ميه متاع شيش ما مال متاع النظارات يا ودي نظريه الكلب فكني منه كلب معي ولا ينبح علي ينبح عليهم ويعض فيا يا طيب خير من نظريه الدوده كيف الدوده من شن تخاف تخاف من ربي حسبي الله ونعم الوكيل من عدو الدوده انا اللي نعرفه ان الدوده تولي فراش كانوا يقولوا ان الانسان اصله قرد اول مره نشوف انسان اصله رشاده يكون شي يقصد الدوده بتاع البيله فاتت علي هات فوتوا مهمه يجي معي هنا خير الدوده الدوده تخاف من الدجاجه والدجاجة تخاف من الديب عمرك سمعت بدودة تخاف من الديب لا خلاص طول ما انت تفكر في الدجاجة وما يهمكش مداير الديب مش حنديره دولة اخطى راسي والكراسي باي انا دودة كيف ندير مع الديب نبعت له اسد افري مع الدجاجة فهمها ان عدونا واحد انت تنظفي له في الزريبة باش ياكلك على النظافة دجاج مستورد يا طيب شد في وطني جوع وما يبيعكش انا واخوي على ولد عمي وانا ولد عمي على ولد الحرام نظرية الدروش واللي هي الكنس يبدا من فوق غرق لس الحوش قبل الاصوات الناعمة والجهات الداعمة ملتقيات قاوي بالحراسات ابانا الذي في المخابرات شيني مني هادي عملة لقاها صديقي رافائيل في الرمال الليبية دليل على احقية رافائيل في ليبيا ومن هذا المنبر أدعو كل العالم بالتدخل في ليبيا لأن ليبيا بلد الجميع يا عمي كنت حساب بيعطوك اللجوء بالكلام اللي تقول فيه هذه ما تحصلهاش اللجوء إنساني وانت ما جات شي اللجوء ديني وعارفينك ما تصليش واللجوء الأخير يبي طبيب شرعي وكان أخديته كنا بنعرفه هاي روح انت وياه روح جابين صفرة بوتيفار ونسكافيه ظروف بطلبتونا بيهم العالم دي العالم قالك الحل ليبي ليبي ولا انت مش ليبي ولا صناعتك يدوية ولا منين انت منين ليبي من قال نظرية الطاسة ترى قول طاسة طاسة بالله يروح